ليس ذلك العنصري وحده من ركل أمنا على وجهها، بل ركلها أيضاً الائتلاف والحكومة المؤقتة والقادة العسكريون قبل ذلك. ركلها كل سوري خان الثورة وباع وقبض ثمن هذه الركلة. أتهم الائتلاف واللجنة الدستورية وهيئة المفاوضات وكل القادة العسكريين السوريين بركلها، وأطالب بمحاسبتهم. فلولا انهزامهم وخنوعهم وتآمرهم على ثورتنا لما حدث مثل ذلك. بهذه الكلمات علق أحد الثوار السوريين على حادثة ركل المسنة السورية من قبل عنصري تركي في مدينة غازي عنتاب، ولم يكن الوحيد الذي مثل الحدث بالنسبة له مناسبة للتعبير عن السخط تجاه مؤسسات المعارضة الرسمية وقادتها الذين لم تسعفهم مثل هذه الحوادث من أجل استعادة بعض ماء الوجه الذي أهدروه على مدار السنوات الفائتة منذ تحولوا إلى مندوبين للدول وممثلين لها وناطقين باسمها وتابعين لأجهزة مخابراتها، بدل أن يكونوا ممثلين للثورة وناطقين باسم السوريين ومدافعين عنهم. ربما يقول البعض: وما ذنب هؤلاء القادة الآن حتى نحول الهجوم إليهم، وأنه الأولى التركيز على استعادة حق الضحية بدلاً من تشتيت الانتباه والدخول في معارك ليس هذا وقتها. هذا صحيح، بل ونضيف على ذلك من عندنا أنه من كان ليحفل بهذه الشخصيات لولا أن بينها من تعاطى مع الحادثة بأسوأ ما يكون كالعادة. فأحد أعضاء الائتلاف لم يخفي انزعاجه من نشر صور السيدة وفيديو الاعتداء عليها، مطالبا بالتوقف عن ذلك وأن الرسالة وصلت وكفى. ورئيسه يصدر بيانا يحذر فيه ممن أسماهم محرضين يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة إلى الشعبين السوري والتركي، في إشارة طبعا إلى اشتعال هذه المواقع بتضامن الآلاف من السوريين والأتراك مع الضحية وإدانتهم لمن اعتدى عليها. لم يكتف هؤلاء بأنهم سرقوا تمثيل السوريين وتبروزوا باسمهم، بل ومن أجل الاستقواء عليهم باتوا يتحدثون باسم الشعب التركي أيضا بعد أن تحدثوا باسم حكومتهم كذبا وافتراء. من أنتم؟ يصرخ السوريون اليوم في وجوه هذه المعارضة. من نصبكم علينا؟ يتساءل الجميع. من كلفكم بالحديث باسمنا؟ يقول هذا الشعب المسكين الذي لم يعد هناك من يمثله بحق. ائتلاف وحكومات وهيئات ولجان ومنظمات ومجالس ومؤسسات إلى آخره، لكن كل هذه الهياكل لا تجرؤ على إعلان التضامن مع ضحية سوري قبل أن تلتقط إشارة توجهها، ولا تستطيع حل مشكلة سوري في لبنان أو تركيا أو حتى في مناطق سيطرة المعارضة نفسها، بل وفوق ذلك تتحامل على السوريين وتحملهم في الغالب مسؤولية ما يواجهونه من مشاكل ومتاعب وكأنهم ليسوا الضحايا.